للإعلام دور كبير في توجيه وقيادة الرأي العام، فهو يساهم بشكل أو بآخر في تكوين الوعي الاجتماعي. من أجل ذلك تم توقيع اتفاقية علمية وإعلامية بين الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية والمجلة الدولية للعلوم الإنسانية وعلوم اللغة، ممثلين برئيستهما ريما يونس، وتلفزيون مريم ممثلا بمدير البرامج جورج معلولي، برعاية رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ. هو جواب عملي واعتراض على تغليب ثقافة التنازع والخلاف على ثقافة الوفاق بما نشهد اليوم من اصطفافات حادة في موضوع انتخاب الرئيس، وكلنا أمل بأن يحمي الله لبنان من الانقسام والفتنة. احنا حبينا وأصرينا لنثبت أنه لبنان بيكمل بالرغم من كل الظروف الصعبة، ونتمنى عن جد بوجود حدا مثل الأستاذ عبد الهادي وجورج يكون لبنان يعني عم بيكون يضل وجهة الإعلام والثقافة. ونحن من هون كمان ومعنا الأستاذ عبد الهادي عم نطلق أوسكار مبدعي العرب وأفريقيا بالنسبة لبيروت عاصمة الإعلام حول الإعلاميين والمراسلين والكتاب. نخلق مجال لدورات تدريب لمواضيع جديدة، مثل ما قلنا بتجمع ما بتقسم، بدنا نكون قريبين من كل العالم وبدنا نشارك كل العالم وبدنا نعطي كتير أهمية لكل المواضيع اللي بترجع كرامة المرأة المسلوبة والإنسان. إذن الإعلام يمكن أن يكون بناءً أو هداماً وفقاً للوظيفة التي تعطى له، له دور أساسي في صناعة الرأي العام والقيم وانتشارها بين مختلف فئات المجتمع.